متابعينا الاوفياء، مرحبا بكم. اليوم طبعا كاملين عارفين ان الوداد لعب مع الاهلي ومقابله حاره جدا جدا كتنتظر المغاربه والمصريين. خرجنا اليوم للشارع البيضاوي باش نسولوا الناس في نظركم شكون اللي غيفوز بالكوبا، او لا نشوفوا الاراء والاقتراحات ديالهم فيما يخص المقابله. بقوا معنا. الاخ ودادي. ودادي يا من الصغر. شكون عندي اليوم؟ وداد. شحال؟ 3-1 ان شاء الله، مربوحه ديالنا ان شاء الله. عندنا روبورتاج مع المصريين قال لك 5-0. لا ديالنا ان شاء الله، وبلاد ديالنا والتيران ديالنا وشايعين في اللعابه ديالنا ان شاء الله. للجمهور 3-1 ان شاء الله. شنو الرساله اللي تقول للاعبين؟ شايعين فيهم حنايا، الدراري ديالنا شايعين فيهم ان شاء الله، وديما وداد. الاخ ودادي. وداد اخويا. شكون عندي اليوم ان شاء الله؟ ان شاء الله الوداد باذن الله. شحال؟ المباراة صعيبة ولكن التوقع الوداد ان شاء الله 2-1. 2-1؟ ما مشيتيش الملعب؟ لا ماشي شحال من مرة، ولكن اليوم ما مشيت بموقع قضية الموقع ديال التذاكر قليلة والصداع، فهمتي؟ لقيتو صعوبة؟ لقينا صعوبة. تبارك الله عليك. شنو رسالة للاعبين؟ ان شاء الله يديروا كل ما عندهم ان شاء الله، يكون ماتش ند والافضل ديال اللقب ان شاء الله. ان شاء الله. اخوي دادي. ودادي قح ان شاء الله. اليوم ان شاء الله شكون غيفرحنا؟ الوداد البيضاوي المغربي هو اللي غادي من طنجه للقويره ان شاء الله، غادي يكون خير وان شاء الله غادي يكون غير خير ان شاء الله. غنبلبلوها اليوم بالليل ان شاء الله بحول الله مع قوته. راه الوداد البيضاوي ان شاء الله هو اللي كيعطي واحد الرمز للبلاد، راه كلشي كيبغيه، راه من طنجه الى القويره كاينين جوج فروق، ولكن باستثناء الفريق الوداد البيضاوي اللي عنده بطولات وعنده كؤوس وعنده بزاف. وفعلا الفريق الوداد البيضاوي غيبقى دائما في القمه، وغيبقى دائما في القمه، وغادي تسمع اسمع 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 اش قالوا هادو، غيجيبوها الاولاد يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد. سمع حتى شوف اخويا، راه حنا الوداد الانتصار. المصريين قال لك اسيدي وما يديوها ب 5-0. هما كيبردوا على ريوسهم، انا نقول لك بالطريقه ديالنا، هما كيبغيو يكعوك شويه ويبغيو شويه استفزاز. حسن جدا، ما عندي ما سالك صحتي ليا، ما عليناش. هو فريق كان كيدي الالقاب بالتحكيم، وكان الضغوطات ديالو ها هو باقي الان تيضغط على الفريق الوداد، لا ما ديروش هذه وبزاف. حنا عندنا الامن في البلاد، راه ما عارفيننا، والمصريين عندهم بلا 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 حتى داكشي ديال التمثيل ديالهم ابار. حنا ولينا كناخذوا ديال تركيا، واخا دخلت معاك دابا في الميدان، قول من يوم نعرفوا داكشي في التيران. ها واليوم غادي تشوف الحقيقه فريق الوداد البيضاوي. راه فريق الوداد كيلعب الكره، وما كاين لا تقول لي تحكيم ولا هادي، خليهم هما يهضروا. خليهم. رساله للاعبين ديال الوداد وشوف اللي رساله للفريق الوداد البيضاوي، اللعابه لعبوا وخليو نساو الفريق الاهلي ولعبوا كره قدم، كره القدم اللي كنعرفوها، وكلشي باستثناء لا المدرب ولا المكتب ولا اللاعبين، انا كنقولها وكنعاود فيها، الله يعاونكم. والانتصار الوداد البيضاوي ان شاء الله. وكما العاده جيبوها يا الاولاد. بولا يا حمراق، ديما وداد، بولا. الاخ وداد. مرحبا وداد، ديما وداد. شنو غنعملوا اليوم ان شاء الله؟ اليوم ان شاء الله شي 3-0 ان شاء الله باذن الله. 3-0 ان شاء الله. المصريين قال لك 5-0. شحال؟ 5-0. شنو زعما ضربونا بخمسه؟ ما يمكنش، مستحيل. عيقوا. ماشي عيقوا، راه عندنا واحد الفرقه هنا في المغرب سميتها الرجاء، كنقول لهم بكايا هذوك كثار منهم، كيبكيو كثر من الاخرين. انت طقطقت عليهم؟ لا ما طقطقتش عليهم، غير سبحان الله العظيم كيشبهوا لهم، لان كيقولوا خوتهم وكيشبهوا لهم سبحان الله العظيم. بكام ورا بكام؟ دابا راسوا البلاغ رقم 90,000 ولا 100,000 دابا في هذا الاسبوع هذا.
يعني كيشبهوا الناس اللي عندنا هنا. دابا اليوم غنبلبلوها بالليل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كازا غتبلبل بالليل ان شاء الله، ما كانها كاليفيكاسيون ان شاء الله ونجيبوها. فيليسيتاسيون مبروك علينا كاملين مجموعه ان شاء الله. شي رساله شوف لي شي رساله للاعبين. الرساله للاعبين بغيناهم يكونوا معنا رجاله كما الجمهور كيضحي كيمشي للتيران كيضحي بفلوسه وبصحته وبعائلته كيضحي بكل شيء، بغيناهم هما يضحيوا غير برجليهم ويعطيو بعقلهم ويلعبوا حرب. هذا حرب راه ماشي ماتش، هذا كنسميوه حرب، يعني خصهم يجيبوها باللي عطا الله. واخا تكون خوب تكون كيما بغات تكون، المهم تبقى في كازا ان شاء الله. قطعت التذكره؟ لا ما كاينش فينا هي. والو الاخ ودادي. هي ودادي اخويا انا. شنو نعملوا اليوم؟ اليوم ان شاء الله اليوم ممكن نربح. ممكن نربح. ممكن نربح ان شاء الله. شحال غتكون النتيجه؟ جوج لواحد. جوج لواحد. جوج لواحد. الكوبا تبقى في المغرب. ان شاء الله تكون في المغرب ان شاء الله 100%. المصريين قال لك غيغلبوا 5-0. لا ما يمكنش. كان ابوك صالحا. ما يمكنش. تبارك الله عليك. قطعت التيكي؟ قطعت. غتمشي؟ غنمشي دابا ان شاء الله. وتعطلت؟ ماشي مشكل، قريب الحال. هاني. هاني قريب. دابا تخيل معايا مزوج ولا مزوج؟ انا مزوج. تخيل معايا دابا المدام اذا قالت لك هي انا يا الوداد. الوداد؟ قول والله. والله. علاش؟ هو الوداد في القلب. الوليدات في القلب. والمدام فين كاين؟ حتى هي في القلب. تبارك الله عليك. الله يحفظك لي يا خويا. الله يحفظك التوفيق ليك ان شاء الله. واش نقولوا؟ والله يكمل علينا في بعد هذا ان شاء الله. ان شاء الله. ويفرحوا جميع المغاربه ان شاء الله، ماشي غير الوداد. يعني كل المغرب كامل ان شاء الله خاصو يفرح. ان شاء الله. الله يحفظك. كيهم المغرب كامل. الله يحفظك. عامة. شكرا. وشكرا للجميع. كانت هذه هي اراء الوداديين، وانتم في نظركم شكون اللي عيد الكوبا؟ واش الوداد ولا الاهلي المصري؟ ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم في التعاليق. كان معكم يوسف بن سليمان وخلف الكاميرا مريم فساحي، الى اللقاء. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.